مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا النشرات الجوية الخاصة دائما تتواصل من طرف مصالح الأرصاد الجوية، هذه المرة بالنسبة للولايات الوسطى وحتى الشرقية. الولايات المعنية بذلك إذا الجزائر العاصمة بومرداس، تيزي وزو، سطيف، برج بوريريج، البويرة، المدية، البليدة، شمال الجلفة وحتى المسيلة، صالحة إلى غاية نهار الغد على السادسة صباحا. كميات الأمطار تتراوح ما بين 20 إلى 30 ملم. نشرة جوية خاصة هذه المرة إذا المتعلقة بالولايات الشرقية، بجاية، جيجلس، كيكدا، عنابة، الطارف، قلمة، سوق هراس، قسنطينة وميلة، صالحة إذا من ابتداء من نهار اليوم على التاسعة ليلا إلى غاية نهار الغد إذا الخميس بمنتصف النهار. كميات الأمطار إذا تتراوح ما بين 20 إلى 40 ملم، يمكن أن تصل إلى 50 ملم ببعض الولايات، وعليه دائما نقول الحيطة والحذر وخاصة لأصحاب المركب. سبب هذه الوضعية دائما راجع إذا لاضطرابات جوية مرفوقة بأمطار، وعليه مصالح الأرصاد الجوية ترتقب لنهار الغد. إذا النشاط رادي دائما مرفوق بأمطار معتبرة فيما يخص المناطق الداخلية الوسطى الغربية والشرقية وحتى بالنسبة للسواحل الوسطى أكثر اعتبارا، ومرفوقة بالرعود بالنسبة للمناطق الشرقية. تحسن تدريجي على السواحل الغربية. نشاط رادي آخر من المحتمل أن يكون مرفوق ببعض الأمطار بالنسبة للجنوب الجزائري وبالتحديد بمنطقة الثورة، شمال الصحراء، منطقة الواحات، لكن السماء تبقى صافية تماما فيما يخص الصحراء الوسطى أقصى الجنوب الجزائري. عن درجات الحرارة إذن الدنيا المرتقبة خلال هذه الليلة ولصباحة الغد، إذن تتراوح ما بين 18 أو ما بين 14 إلى 21 درجة بالنسبة لشمال الوطن، 22 درجة فيما يخص بالشار، 23 بغردايا الواد بسكرات، 22 درجة فيما يخص ولاية تندو، 29 بأدرار عين صالح، 22 بتمنى ستجانت، لتقارب 30 درجة فيما يخص برج بجي مختار وعين كسام. مع ظاهرة الغد الحرارة القصوى دائما تبقى في استقرار منخفضة نوعا ما بالولايات الداخلية، 22 درجة بباتنا، قسنطينة، سطيف، 23 إذا أقول 27 بالنسبة لعنابة، سكيكدا، الجزائر العاصمة تيزي وزو، 32 بوهران ومستغانم، 33 بتلمسان، 32 درجة فيما يخص غردايا، 45 درجة كأعلى مقياس فيما يخص الصحراء الوسطى، 37 بتمنى راس جانيت، 44 فيما يخص تندوف، برج بجي مختار وعين قزام. البحر لنهار الغد إذن سيبقى دائما هذا إلى قليل الاضطراب، هذا على السواحل الشرقية سرعتها لن تتعدى 30 كيلومتر في ساعة، لكن هذا نوعا ما هذا على السواحل الوسطى والغربية سرعة الرياح لن تتعدى 30 كيلومتر في الساعة. هنا الرياح ستأتينا ضمن التيارات شرقية شمالية شرقية، لكن غربية شمالية غربية، هذا على السواحل الوسطى والشرقية. هذا بالنسبة لنهار الغد. أحوال الطقس المرتقبة للأيام القليلة القادمة، سنشهد دائما إذا سيكون فيه بحول الله تحسن ملحوظ ستشهده المناطق الغربية وحتى الوسطى، لكن دائما نبقى نشهد نشاط رعدي على المرتفعات الداخلية، أمطار غير مستبعدة يوم الجمعة على السواحل الشرقية، صفاء بالنسبة للجنوب الجزائري. درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 24 إلى 34 درجة على السواحل، 22 إلى 38 درجة هذا بالنسبة للمناطق الداخلية، 34 إلى 40 درجة هذا على المناطق التي تقع بشمال الصحراء، أعلى المقياس دائما بأقصى الجنوب لتقارب 46 درجة. يوم السبت بحول الله دائما نبقى نشهد بقايا الاضطراب الجوي، هذا بالنسبة للشرق الجزائري وبالتحديد بالسواحل الشرقية، أجواء مغشاة جزئيا على السواحل الوسطى، مشمسة تماما على السواحل الغربية، نشاط رعدي بشمال الصحراء وبمنطقة الواحات. درجات الحرارة القصوى لن تتغير كثيرا، دائما تتراوح ما بين 24 إلى 38 درجة بشمال الوطن، 40 درجة بشمال الصحراء، ودائما سنسجل أعلى مقياس فيما يخص أقصى الجنوب الجزائري. يوم الأحد إذن بداية الأسبوع القادم بحول الله على العموم تحسن ملحوظ على أغلب الولايات الشمالية، لكن من حين إلى آخر سنشهد إذن نشاط رعدي على المرتفعات الداخلية الوسطى وحتى الغربية وبشمال الصحراء. درجات الحرارة القصوى على العموم ستبقى مستقرة بحول الله. أما الختام سيكون بالمعلومات الفلكية لنهار الغد. شروق الشمس لخص العاصمة واضح وحياة، سيكون في حدود الساعة السادسة صباحا 26 دقيقة. عناوين مصلحة الأرصاد الجوية تبقى دائما في الخدمة. أشكركم على المتابعة، في أمان الله.